تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. من أعظم القضايا التي ينبغي الإنسان يهتم بها ويعتني بها أمرين: أمر التوكل وأمر الإخلاص. التوكل أن تعيش بالله، والإخلاص أن تعيش لله. هاتين القضيتين لابد تكون حاضرة دائما أمام عينيك، لا تنفك ولا تنفتل عنها. من وفق لأن يكون حياته بالله ولله فقد وفق إلى خير عظيم. في هذه الآيات ذكر الله جل وعلا قضية هامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف شلون تقريب الله جل وعلا للآخرة بطريقة يعني مبسطة لنا ويستوعبها كل أحد. الخطاب القرآني في الغالب أنه عندما يستمع إليه الإنسان حتى البسيط يصل إلى شغاف قلبه ويعرف مراد الله جل وعلا، سبحان الله. وهذا من إعجاز القرآن، عندما تسمع هذا القرآن تفهمه ويلامس فطرتك وتتجاوب معه وتتحرك إلى مراد الله سبحانه وتعالى. وهذه من أسهل التعبيرات في قضية تنبيه الإنسان إلى القضية التي ينبغي أن تشغل خاطره، وهو قضية الغد. ما هو الغد؟ اللي هو اليوم القيامة. يعني شوف شلون الله قربه بهذا الوصف اليسير الذي دائما نسمعه: بكرة موعدين فلان، الأسبوع القادم الغداء عندنا. الأسلوب اللي هو الزمان والوقت، هذا من أبسط الأشياء اللي تقرب الهدف إليك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا عاش الإنسان بهذه الروح لا شك أنه بيستزيد، وخاصة إذا بعد صار مثل هذه المواسم الطيبة، يعني صار فيها قضية الاستكثار من الخير، صار العمل البسيط اللي فيها صار شيء كبير. وعندما ذكر أبو عبد المحسن بقضية كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، من أسهل العبادات الذكر، ومع سهولته إلا إنه يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. يذكر أحد الإخوة، يقص علينا، يقول: كنت أسمع عن الذكر وكنت مستوعب فضله يعني والأحاديث الواردة فيه، وحث الله جل وعلا عباده بقضية الاستذكار والاستكثار من الذكر. يقول: لكن الغريب أني مفرط، يعني ممكن يتحمس أول يوم ثم شوي شوي أشوف أني غبت عن هذا الحمل. فكان يشغلني قضية ليش أنا أفرط في هذا الأمر. يقول: فمر علي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مع قصة معاذ بن جبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قال بعد الصلاة: والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الآن أعلن محبته لمعاذ، ثم أخبره على شيء يعني وصية النبي لإنسان يحبه. قل: اللهم أعني. معناته يقول: يوم سمعت الحديث هذا كأني الآن أستيقظ من المنام. أثر القضية قضية إعانة، القضية مو بني سهل، هذا سهل ولا هذا صعب، لا، هي قضية إعانة إلهية. إذا الله جل وعلا أعانك على الشيء معناته وفقت لكل خير. يقول: فكان هذا الدعاء هو ديدني، وصية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقف مع الحقيقة، يعني ترى سورة الحشر أكثر سورة ذكر فيها لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى في سورة الحشر. وقد يكون الآيات وخاتمة السورة يعني تضمنت أسماء كثيرة، لكن أقف مع
قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وش نستفيد من هذا؟ الله يعرف خفاياك ويعرف وش مكنون خاطرك، وش عملت من الخير وش عملت من السوء، ومع ذلك هو الرحمن الرحيم. ترى الخلق إذا اكتشفوا عليك شيء يا ويلك ويلها، على طول في النت وفي التويتر وكليكس، يسمونه وكليكس، بفضحون بك. لكن ربك لا، يكتشف ما فيك ويعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما فيك من الخلل والخطأ اللي تبديه، يعلم سبحانه، وما تخفيه يعلمه، ومع ذلك رحيم ويسترك، وبيسترك في الدنيا، ونسأل الله جل وعلا يسترنا في الآخرة، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم محمد. الله يجزاك خير أبو عمر، الله يرفع قدرك. لا تدعنا أن لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، وش مقصود بدبر كل صلاة؟ هل هو بعد صلاة؟ إيه بعد الصلاة، إيه بعد الصلاة، بعد الصلاة. نعم. أنا اللي أعرفه أنه ما في قالوا قبل أيوة. السلام قبل السلام. وأعتقد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شدد في القضية هذه وبين القضية هذه بيان واضح، لأنه فعلا أنا أذكر بحثت في المسألة فترة، هل هي بعد الصلاة؟ فالشيخ ابن عثيمين أذكر كان كلامه بعد الصلاة يكون أذكار ليس الدعاء، وإنما الدعاء يكون قبل السلام. يقول في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبعا على اختلاف العلماء، بعضهم ذكر انها ابن باز يقول إيه؟ ايما المكانين ان شاء الله انها توافق سواء قبل السلام او بعد السلام. ابن تيميه يرجح ان يكون قبل السلام، الشيخ ابن عثيمين قبل السلام. ها التشهد الاخير، اي التشهد الاخير، لانه الحقيقه صار فيها يعني سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله ما المراد بدبر الصلاة في الحديث واردة على الدعاء والذكر دبر كل صلاة؟ قال هو آخر الصلاة أو بعد السلام. يسأل قال دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث صحيح بذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر حقيقة كلام كثير، أنا ودي يعني نبحث المسألة الذي تبحثونها، هي كلها خير لا شك، لكن المسلم يتحرى الأقرب إلى الله عز وجل. هل العلماء رجحوا أنه قبل الصلاة يعني وبعد الصلاة يكون للأذكار فقط أم على اختلافهم؟ فيعني ما أدري. من مواطن الإجابة، من مواطن أيوة إجابة الدعاء آخر قبل السلام بعد التشهد، هذا موطن عليك. من مواطن، فإن جعلتها في ذا المكان وافقت موطن ووافقت على ظاهر النص. يا سلام، يعني يصير جمع بين الأمرين قبل أيوة السلام. أيوة انتبهوا الآن، قبل السلام بعد التشهد الثاني، بعد ما تقرأ التحيات وتكملها تبدأ بالدعاء لنفسك، وبعد الصلاة كل للأذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم. ونسيها وزحلطت بعد السلام، ما فيها نسيان، هذه كلها بركة كلها خير، لكن نقول الأفضل في مثل هذه المسألة في شيء فيها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أتى رجل إلى الفضيل بن عياض فقال يا فضيل، يشكي له حاله، فسأله الفضيل قال كم مضى عليك، يعني كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال لا إله إلا الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، توشك أن تصل. أعمار أمة محمد ما بين 60 و70، يقول من 60 سنة وأنت تسير إلى الله، توشك أن تصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل أو تدرك ما تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال نعم، أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع. قال اسمع، إن كنت تعلم أنك لله عبد وأنك إليه راجع فأعلم أنك موقوف، وإن كنت تعلم أنك موقوف أمام الله فأعلم أنك مسؤول، وإن كنت تعلم أنك مسؤول فأعدد للسؤال جوابا. قال يا فضيل والله إني أعلم أني لله عبد وأني راجع إليه وأني واقف أمامه حافي عاري غير مختون، وأني محاسب
فما العمل؟ إيش العمل؟ قال العمل يسير، وهي فلتنظر نفس ما قدمت لك. قال العمل يسير، إن أنت أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى وتقبل لك ما بقي، وأن أنت أسأت فيما بقي حسبت بما مضى وما بقي. فمن الإحسان فيما بقي استغلال مثل هذه المواسم الطيبة، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فنستغل مثل هذه الأيام، أولها التوبة، إن نتوب نجدد التوبة، فأفضل الأعمال التوبة، وخاصة في مثل هذه الأيام. توبتك في مثل هذه الأيام أحسن من توبتك في أي أيام حتى في رمضان. الصدقة، أن تبذل في مثل هذه الأيام، صدقتك ريال في هذه الأيام خير من أي أيام، لأنها أفضل إلى الله وأحب إلى الله. الصلاة، الصيام، صلة الأرحام، تطهير هذه النفس، المسامحة للي حولك، مسامحة أخوانك، مسامحة جيرانك، مسامحة أقاربك، الرجوع لزوجتك، مسامحة زوجتك، الرجوع لأولادك، إصلاح ذات البين، ترك الشحناء والبغضاء. هذه الأيام أيام مباركة، فالله الله الإحسان فيما بقي لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ما مضى ويتقبل لنا ما بقي. اللهم آمين. الله يجزاك.